هاخد بس كام ثانيه من وقتكم تو ثانك اور سبونسر ابو عوف، وكمان ليكم مفاجاه في الاخر. فاسمعوا دلوقتي، ابو عوف انا اصلا شخصيا براند بستخدمه بقالي سنين، بستخدمه في الفطار، في الغداء، في العشاء، في السناكس، في السموذيز، في كل حاجه. انا بقالي سنين بجد بستخدمه عشان انا ببقى ضامنه الهاي كواليتي بتاعتهم اللي هي عمرها صراحه ما بتديسابوينتني. فانا عايزاكم انتوا كمان لو ما جربتوش ابو عوف برودكتس، مش عارفه ازاي، بس جربوها، بالذات ان انتوا هيبقوا ليكوا ديسكاونت لما تستخدموا البرومو كود بتاع ذا فيل جود بودكاست. عايزاكم كمان تروحوا تشوفوا بنفسكم في المحلات بتاعت ابو عوف، عشان هتلاقوا فيه فرايتي اوف برودكتس انتوا نفسكم ما كنتوش عارفين ان هي موجوده. يلا نبتدي الحلقه. صباح الخير، انا مبسوطه قوي النهارده في الحلقه بتاعتنا، فيري فيري سبيشال، عشان معانا عمر سمره. عمر سمره ادفنتشر بزنس مان، موتيفيشن سبيكر بالمعنى، عشان في ناس كتير بتقول عن نفسهم موتيفيشن سبيكرز، ما اعرفش ليه، بس عمر بجد يعني الكلمه دي حتى قليله عليك جدا. يعني انا تعرف انا بحبك قد ايه وبحترمك قد ايه، وان احنا اصحاب دلوقتي كل حاجه، بس انا لسه بقعد اقول لك ان انت بجد بتبهرني، وبشوفك ان انت فعلا الكلمه بتاعه قدوه ورول موديل. يعني الديفينيشن دي مفيش حاجه انت تطلع منها، يعني لاي شخصيه، بنت او ولد، صغير كبير، فعلا قصتك يعني كل شويه. حتى كنت لسه بقولك من قريب ان انا كل شويه بسمع عن اي حاجه انت عملتها قبل كده، لو اني اوريدي عارفاها بتخض وببقى انسبايرد، وبحس انه يعني اي حاجه ممكن تحصل لي وحشه بقول عمر سمره مر بحاجات كتير قوي. ايه ده، انا مش هينفع استسلم، انه عمر سمره مثلا ما استسلمش ابدا. فبجد ثانك يو ان انت هنا. لا بالعكس، مبسوط جدا ان انا موجود، و ثانك يو فور ذس اميزنج انترفيو. بجد يعني وانا من قبل ما اقابلك يعني انا عايز اعرفك، يعني بجد بتفرج على الانترفيوز، بشوف التيد توكس، لا انت بجد يعني شخصيه عظيمه يعني فعلا بكل حاجه عملتها، اللي هو المنتاليتي اللي انت قدرت تعملها او قدرت تديفلوبت عشان توصل وتحقق كل اللي انت عملته رغم كل الظروف اللي انت عديت بيها، دي بجد حاجه ناقصه عندنا كلنا، وان انت تقدر توصل للانبريكابل مايند سيت دي بجد مش حاجه سهله. ناس كتير جدا ظروف الحياه بتقهرها وبتقعدها، بس لا انت تحديت كل الكلام ده. انت هي الصوره عمرها ما كانت واضحه من الاول، يعني هي حاجه في حاجه. يعني انا لو كان حد مثلا قال لي مثلا وانا عندي 20 سنه بص اللي هيواجهك في حياتك كذا وكذا 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 وكذا، كنت اللي هو فاهم. بس لو انت بتعمل حاجه ويعني بتشتغل على حاجه، في حاجه بتتخبط فيها او بتحط لنفسك حاجه وبعدين بتخلصها، طب ممكن حاجه بعد كده، يعني واحده واحده. انت وفي معظم السكه دي كلها، يعني الناس ساعات كتير قوي تفتكر اللي هو ايه ده عمر، واضح ان هو كان عارف هو عاوز يعمل ايه من الاول وبتاع. بالعكس، هو انا حياتي عباره عن سلسله من المراحل، انا مش عارف اعمل ايه الخطوه الجايه، انا مش عارف انا مين والمفروض اعمل ايه وكده. بس انت ساعات من بره بعيد قوي، او حتى بعد ما عدى وقت وكده، الموضوع بيبان بشكل تاني منظم قوي ومترتب قوي وكده، بس هو انت عايش الحقيقه نفسها بتبقى الدنيا ملخبطه جدا يعني. بس اللي انا بشوفه عشان كده بالنسبه لي عايزه اشرح للناس حاجات معينه انت مريت بيها، انه لما بنسمع كل قصص الناس الناجحه والعظيمه والمؤثره بتفتكر انت بتشوف بس النتيجه، ما بتعرفش الحاجات اللي مروا بيها ووقعوا قد ايه وتعبوا قد ايه عشان تشوف في الاخر النتيجه اللي احنا كلنا بننبهر بيها دي. فهو الجيرني زي ما انت ساعات كتير قوي بتقول في التوكس بتاعتك، انه الجيرني هي المهمه مش الاند ريزلت. فاحنا عايزين بقى نسالك على كل الحاجات دي. فحضر نفسك. انا بقى بخصوص الحاجات دي كلها انا اسالك حاجه، عشان ايه يعني بخصوص الجيرنيز والاند جولز والحاجات دي كلها، ايه الفرق ما بين لما بتيجي انت بتخطط ان انت هتعمل حاجه، ايه الفرق ما بين موتيفيشن وديسيبلين؟ لان ناس كتيره بييجوا يعملوا حاجه هو بيتحمس عليها، والحماس ده بيبقى حاجه تمبوراري قوي، يعني ممكن يوم يومين ابقى متحمس على حاجه بعدين خلاص ظروف الحياه او يعني حاجات اكسترنال فاكتورز بتبتدي بتودي الحماس يعني. بس ايه اللي بيخليني انضبط ان انا هعمل حاجه، سواء انا حاسس ان انا كويس، حاسس ان انا وحش، ظروف الحياه صعبه، الاحوال، الناس people are dragging me down بتقول لي لا، ازاي، ايه الفرق ما بين الاثنين؟
بص في النهايه بتبقى لازم تبقى حاجه انا حاسسها قوي وحاجه يعني انا قوي يعني الحاجه اللي انت وصفتها دي اللي هو ان انا عندي متحمس لحاجه وبعدين خلاص الحماس يروح وكده دي حاجه انا برضو بعيشها زي اي حد تاني كتير جدا يعني انت مثلا ممكن يبقى في 10 افكار انت متحمس عليهم حاجات انت عاوز تعملهم في مرحله مثلا في سنه مثلا معينه بس في 9 مثلا بيختفوا يعني انت بتبقى خلاص الحماس بيروح فبتعرف ان ده كانت يعني مجرد حاجه يمكن انا شفت حد تاني بيعملها فتحمست قوي او حاجه يعني فاهم بتاخد كده الاكسايتمنت بتاع حاجه لكن في حاجات بتطلع بيها مهما كانت الفكره دي مجنونه او يعني تبدو انها بعيده المنال او كلام من ده بس بتفضل معاك وتصحى تنام مش عارف ايه يعدي ايام وبتاع والفكره تقعد تجي لك تاني في الحاله دي بتعرف ان دي حاجه يعني جايه من حته كده صادقه كده جواك يعني يعني مثلا على سبيل المثال انا كنت مره راكب طياره رايح امريكا وعادي جدا بتفرج على فيلم وانا في الطياره مش عارف ايه وباصص من الشباك وشايف الاوشن فاهم شايف اوشن واسع ما اعرفش ايه وكده فالشخص الطبيعي يتفرج على الاوشن ويكمل الفيلم عادي انا عملت كده في الاول وبعدين قعدت ابص على الاوشن مش عارف ايه بتاع كده وجت في يعني في ذهني جت فكره زي ما بتيجي فكره في ذهن اي حد فجاه كده اللي هو الموضوع بتبقى جامد قوي لو عرفت ان انا اقد في الاوشن ده او اعدي الاوشن ده بقوتي انا يعني من غير مثلا موتور من غير شراع من غير حاجه زي كده فدي كانت السيد بتاعت الفكره اتزرعت في دماغي بس ما قررتش وقتها انا هعمل دي ومش عارف ايه وكده الفكره جات لي كده كملت اتفرج على فيلم ومش عارف ايه وكل الكلام بعدها مثلا بكام يوم الفكره هتجيلي تاني هحاول ان انا اتخلى عن الفكره او اقول يعني لا اوكي يعني فكره ظريفه بس تنفيذها صعب جدا خطر جدا ما عنديش اي اكسبيرينس في المجال ده اصلا كلام من ده لما بلاقي بقى ان الفكره خلاص يعني واضح ان هي جايه من حته يعني جايه من اللاوعي او جايه من حاجه اللي هو انا مش هقدر ان انا يعني اتجاهلها ببتدي اقول طيب اوكي طب لو فعلا بقى هعمل الموضوع ده هعمله ازاي اوكي هبتدي لازم اتمرن كذا وهبتدي ادرس كذا ولازم اعمل كذا وكذا 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 وببتدي هي معظم الناس اللي انت بتتكلم على الحماس اللي بيروح لو هي فعلا حاجه هو متحمس فعلا عليها معظم الناس بتلاقي فكره ان انا ابتدي حاجه دي صعبه قوي يعني ما بتاخدش الخطوه الاولانيه بتقعد تفكر كتير قوي في كل الحاجات اللي ممكن تمشي كويس وممكن الحاجات اللي ممكن تمشي غلط ودايما الحاجات اللي تمشي غلط بتبقى اكتر كتير من اللي ممكن انها تمشي كويس ليه لان عقل الانسان اصلا يعني مخلوق اصلا عشان يحميك من الخطر صح. فهو اصلا انت لما بتيجي تفكر في حاجه حلم او فكره او حاجه زي كده احنا بنستشير العضو اللي في الجسم اللي ملوش دعوه بالموضوع ده هو اصلا معمول عشان يخوفك ويميك شور ان انت تبقى دايما سيف فلما اجي انا اقول مثلا عندي حلم اقول مثلا لما احكم عقلي لا عقلك مش هيوصلك هو ممكن ان هو يعني يشوف كل الحاجات اللي ممكن تحصل غلط وممكن يحسب الحاجات البوزيتيف اللي ممكن تحصل بس دايما هي اندر استيميت البوزيتيف واوفر استيميت النيجاتيف فهو بيقول لك لما بتوصل يعني ممكن العقل يفضل يمشيك لحد الهويه يعني وحتى بيقول لك مثلا ايه taking a leap of faith اللي هو عشان تروح للحلم بتاعك هو ليب لان انت وصلت خلاص للادج ولازم تنط وفيث لان انت مش هيفهم اتحكم عقلك انت في حاجه تانية في واحد يقول لك مثلا ده ايمان ده يقول لك مثلا لا ده جات فيلينج غريزه احساس مش عارف ايه كل الكلام ده حاجه قلبي اللي بيقول لي ما اعرفش ايه كل حد هيسميها بطريقه مختلفه بس في النهايه انت لازم يعني تستخدم او يعني تحط يعني ايمانك كله في حاجه مش ملموسه حاجه يعني ما تقدرش ان انت تمسكها بايدك وتقول انا سيف كل الناس عاوزه السيفتي ده يعني انا مش عاوز اعمل حاجه غير لما متاكد انها هتمشي انا متاكد الناس مش هتتريق عليا انا متاكد الناس مش هتفتكر مش عارف ايه وكلام من ده وده كده اتس تو ليت يعني هروح برضو ستيب زياده كمان ان انت لما يبقى عندك حلم يبقى عندك حاجه انت عاوز تعملها مش لازم اصلا تعرف تقنع نفسك اصلا بيها يعني انا مثلا اكزامبل تاني مثلا لما انا كان عندي 23 سنه قررت ان انا هسيب شغلي كنت وقتها بشتغل في انفستمنت بانك في لندن وما كانش الشغل اللي انا عاوز اعمله قوي بس دي كانت الحاجه الوحيده اللي جات لي كفكره وكنت عاوز اسافر بره مصر واتعلم بره يعني اخد اكسبيرينس بره وكلام من ده ومش عاوز اقول لكم اهلي كانوا يعني طايرين من الفرح ازاي ان انا بشتغل بقى في بنك محترم وبتاع اهل ومثلا ناس تقول لهم عمر فين ومش عارف ايه وكده اه لا هو شغال في بنك كبير قوي في لندن وبتاع مش عارف ايه وكده فكانت اول مره في حياتي طبعا لحد في الجامعه كلها اهلي بيصرفوا عليا ما اعرفش ايه وكده فلما اهلي لما والدي جالي انجلترا كانت اول مره في حياتي اعزمه على العشاء ده كان بالنسبه لي اللي هو يعني انا كده بقيت راجل فاهم حتى في نظره يعني
فقعدنا نتكلم وما اعرفش ايه وكل الكلام ده. وبعدين في اخر العشاء بقول له بص في موضوع كده عايز اكلمك فيه وبتاع ايه وكده. فبقول له هسيب البنك ومش عارف ايه. فده بيقول لي طب وهتخش اول مره يجي يزورك في لندن؟ اول مره بتيجي جاي فرحان بقى وكده. فبيقول لي يعني اني بنك تاني يعني عريق وبتاع هتشتغل فيه وبتاع؟ لا يعني مش بنك وكده يعني. اي طيب يعني هو بيفكر بقى، هو عارف بيحاول ينيجوشيت مع نفسه اللي هو مش بنك ده ماشي ممكن شركه مثلا كبيره مثلا. فاللي هو ايه الشركه طيب انت مش عارف ايه؟ يقول بص انا يعني انا عايز اخد شنطه على ظهري واسافر العالم وبتاع فاهم اللي هو قد ايه وبتاع يعني سنه. طب ما تاخد اجازه اسبوع ولا مش عارف ايه، تطلع الموضوع ده من السيستم بتاعك يعني مش عارف ايه. الفكره بقى كلها ان انا في اللحظه دي ما عنديش اصلا، انا مش عارف اشرح اصلا عاوز اعمل ده ليه اصلا. الموضوع اصلا مش عقلاني ودازنت ميك اني سنس. ايه اللي يخلي واحد اوريدي عنده جوب حتى لو انا مش مبسوط قوي فيها بس بياخد ما هي كويسه وحياته مستقره، وقتها في مصر فرص ان واحد في الوقت ده ان حد يجيب شغلانه بره كان صعبه جدا ومش عارف ايه، بس عملت ده وكلام من ده. المفروض انت تبقى خلاص يعني بتشهر فاهم لك وش وظهر خلاص يعني. فانا حاسس بسنس اوف ريسبونسبيلتي يعني، انا عندي يعني توفقت في حاجه وخدتها وانا دلوقتي بسيب الحاجه دي، هل ده اهمال؟ هل ده ما اعرفش ايه كل الكلام ده. فمش عارف اقنع نفسي بالبتاع، بس عندي حاجه جوايا مش قادر ماشي. لازم تروح تلف العالم، لازم تروح مش عارف ايه، لازم تروح بتاع. طب ده دلوقتي بقى الموضوع ده ممكن ناس تعمل منه فلوس اللي هو يعني انفلونسرز بقى بيسافروا العالم ومش عارف ايه وحاجات كده، وقتها ما كانش فيه الكلام ده اصلا. فهو انت مجرد حاجه، مجرد هتروح تصرف فلوسك وخلاص فاهم. بس قررت ان اعمل ده. وفي الاخر خالص يعني اتفقنا ان احنا هنختلف يعني وكده، قال لي انت غلطان والزمن هيثبت ان انت مش عارف ايه وكده. وبس يعني كان في اجريمنت ان احنا خلاص كل واحد انت هتعمل اللي انت عايزه وهو يفضل مش موافق. بس النقطه هي ان انا ما كنتش عندي اصلا الكلام ان انا اقنع نفسي او حاجه يعني موزونه اقول لنفسي بيها لا انت صح عشان كذا كذا كذا. فوانا باخد الخطوه اصلا كنت يعني حاسس. طبعا لما سبت الشغل حسيت بفريدم جدا ان انا اعمل يعني ان انا دلوقتي مش مقيد بحاجه وان انا هروح اعمل الحلم بتاعي وما اعرفش ايه وكده. بس كنت خايف جدا لان افرض انا غلط، افرض انا عملت زي ما والدي بيقول طلعت انا عملت يعني اغبى قرار خدته في حياتك ودلوقتي انا هرجع ما حدش هيبقى عاوز يشغلني وهبقى صرفت كل فلوسي ومش عارف ايه وكده. بس هي الفكره انه زي ما انت بتقول هي مشكله البني ادم ان هو يمشي ورا حلمه او يحقق ذاته اول حاجه بيفكر فيها ان انا هفشل قبل ما اصلا ياخد اي خطوه. اصل انا هفشل، انا الحاجه دي انا مش متعلمها، انا ما اعرفش عنها حاجه، الناس هتقول عليا ايه، كل الخوف ده كله ده اللي بيوقف. ده عشان كده قليلين قوي اللي ناجحين في حياتهم، قليلين قوي اللي ليهم تاثير في العالم، انه مش كل حد عنده المايند سيت بتاعه انا هحقق ده، همشي وراه، هنط بكل حاجه عشان انا بس مصدق ان انا هقدر اعمل اللي انا بحبه. بس برضو يعني لو واحد يقولك اه حلو قوي الكلام ده، بس برضو انا اصلا انا يعني السن الصغير كله هنقول واحد في مدرسه او في الجامعه انا مش عارف انا مين، انا عايز ايه. بس اجي اشوف حد زي عمر سمره اقول انا نفسي تقول لي زي ستيبس او ريسيبي او حاجه امشي عليها تساعدني ان انا اعرف ما اخافش او ابقى احضر نفسي صح وقت مدرسه والجامعه. في عندك رد الموضوع ده؟ ما عنديش قوي ريسيبي، بس اقدر اقول يعني ان الانسان لازم يبقى صادق مع نفسه على قد ما يقدر في كل لحظه في حياته. ازاي؟ يعني انا دلوقتي مثلا، وبرده طبعا في يعني لازم يبقى في نوع من العمليه والموضوعيه في الموضوع. يعني انا لما مثلا قررت ان انا هسيب الشغل بتاعي اللي انا بكلمكم عليه ده والف العالم، ما عملتهاش يعني، خدت القرار بعد كان بقالي مثلا بشتغل 6-7 شهور، بس سبت الشغل بعد سنتين عشان بس كنت خلاص غيرت يعني طريقه تفكيري. قلت خلاص السنه ونص الجايين دول انا هحوش فلوس، بس هحوش تجاه الهدف اللي انا بعمله ده. فبقيت مثلا بدل ما انا مثلا بحوش مثلا 20% من الماهيه بتاعتي، لا انا دلوقتي بقيت احوش 40-50% وقصيت هنا وقصيت هنا ومش هصرف ده ومش عارف ايه. بقى عندي خلاص جول. بس لكن الانسان لازم، بس اول حاجه ان انا كنت صادق مع نفسي في حته ان انا مش مبسوط في الشغل ده. اوكي العالم كله بيبص عليا ان انا بشتغل هنا، اهلي بيبصوا عليا بيقولوا برافو جدا ومش عارف ايه ومبسوط جدا. بالنسبه للعالم كله ان واحد في سني يكون بيشتغل في بنك كبير في لندن وبيشتغل بقى في سوق الاوراق الماليه ومش عارف حاجات زي كده، دي حاجه جامده وقتها كانت في الوقت ده كانت حاجه الناس كتير عاوزه تعملها وما اعرفش ايه وكده.
ده يعني ليه ثقل كبير قوي بالنسبه للناس، بس انا مش ده مش اوكي مش مبسوط، بس بحاول اقنع نفسي ان انا لازم مبسوط، لازم احاول اقنع نفسي ان انا كده. فكانت اول حاجه ان انا يعني اقنع نفسي ان هو الاحساس اللي انا حاسه ده مش جاي مش جاي من فراغ، بس دايما بيبقى فيه يعني في دايما صوتين جواكي بيكلموا بعض، بس انت لازم تحاولي تعرفي يعني اني صوت اللي هو الدوشه اللي هو جاي من خوف وجاي من فكره ان هو من فلسفة نقص، يعني ان في العالم مفيش كفاية لكل الناس، فكل الناس بتحارب عشان اللي هو السكارسيتي فيرسز اباندنس. لكن واحد لازم يتخيل ان هو مفيش حد تاني هياخد فرصته او حاجة كده، هو في حاجة في فرص لكل الناس، لو صح. كل حد سعي في حاجة هيلاقي ده. وبرضو لازم الواحد برضو يبقى متأكد تماما ان مش معنى ان هو اخذ القرار ان هو يعني دي صعبة برضو، ان هو لو اخذ القرار وراح للحاجة اللي هو بيحبها ان هو هينجح او هينجح على طول. ممكن يكون الدرس اللي الانسان لازم يتعلمه دلوقتي هو ان هو يفشل في الحتة دي او ان هو ما يوصلش للحاجة دي، بس ده درس مهم جدا في الرحلة بتاعته الطويلة دي زي واحد بيبقى عنده زي تول بوكس يعني فيها مهارات مختلفة وفيها يعني حاجات كتير قوي بكتسبها في الحياة كلها محتاجها عشان يعني وهو بيتحرك في حياته، وفي النهاية في حاجة ممكن ده بيوصل لحاجة كبيرة في الآخر، أو يعني مفيش ديستنيشن، بس كل ما الواحد بيكبر في السن كل ما الاكسبيرينسز في الحياة بتبقى يعني ديبر، بتبقى أكبر، بتبقى أقرب ليه هو نفسه وكده. بس أنا في الرحله دي هحتاج حاجات، فممكن دي تكون واحده من الحاجات اللي انا هتعلمها. احب اخد من وقتكم 30 ثانيه عشان اشكر اول سبونسر ابو عوف. دلوقتي زي ما انتم عارفين انا دايما وقتي بيبقى متقسم ما بين الكلاسز والتمرين، فمبيبقاش عندي دايما الوقت ان انا اجهز اكل او اشتري اكل، فابو عوف always got my back. البرودكتس بتاعته بتفاري من بروتين بارز لنوت باترز لنوتس that fits perfectly my dietary needs. دلوقتي الستورز بيزيكلي موجوده في كل مكان، لو ما تقدروش تروحوا عندهم الاونلاين ستور، لو هتشتروا من هناك use our feel good podcast promo code for a 10% discount. Now back to the episode. انا هتعلمها صح. انا انه بشوف انه انا ما بصدقش كلمه ان انا فشلت او ان انا ما نجحتش، انا بشوفها بالعكس، انت عشان تنجح او توصل اللي انت عايزه لازم تقع كذا مره، عشان زي ما انت بتقول الوقعه دي هتعلمك حاجات كتير قوي وهتحضرك للي قدام. هي الفكره كلها برضو ان زي ما مفيش مفروض ما يبقاش في حاجه اسمها فشل، هو برضو مفيش حاجه اسمها نجاح. يعني هو في النهاية هو الإنسان هي الحياة سنة الحياة طالع نازل، فهو أنا لازم أبقى يعني لما بدخل في حاجة مثلا أعمل achievement كبيرة قوي في حياتي ومش عارف وكده، طبعا لازم مبسوط بيها وحاسس بفخر لنفسي إن أنا تعبت وعملت الكلام ده، بس لازم أقدر أعرف let go بالحاجة دي، إن أنا عارف إن أنا مش هفضل في التوب طول الوقت، يعني مش الاحساس اللي هو النشوه الرهيبه بقى ان انا عملت حاجه ومش عارف ايه وكده، ده انا كده نجحت دي بقى انا خلاص، ده احساس مؤقت وبحس بقى ان خلاص انا كده وصلت في حياتي بقى تبقى من نجاح لنجاح وبتاع اللي هو لا. الفكره المهمه قوي اللي الناس لازم برضو تفهمها هي حته التضحيه. احنا برضو بنخاف ان احنا نضحي بحاجات كتير قوي، بس يعني احنا لو بصينا على حتى يعني على تطور الأديان كلها، احنا دايما كان الناس بتضحي بقرابين عشان هدف أعلى، أو مثلا في العيد احنا بنذبح أو يعني كل الناس بتضحي بصورة يعني بصورة ما بحاجة عشان ياخدوا حاجة أسمى وأعلى. فحاجة مهمة جدا برضو زي انت بتقولها ان انت ضحيت بالسلف كومفورت بتاعك، بالكومفورت زون بتاعك اللي هو انت كنت في الشغلانة مرتب يعني بمرتب ثابت بينزل لك كل آخر شهر، حياة انت عارف ان انت هتبقى يعني هتتكفل بيك وانت مرتاح بيها، فانت ضحيت براحتك دي عشان حاجة اسمى واكبر من كده بكتير. فبحس برضو ان ده درس الناس لازم تتعلمه، اللي هو انا لازم اضحي باللي انا شايفه مش او اضحي بحاجة انا شايفها not of value عشان حاجة هتديني value اكبر ومعنى احسن بكتير، اللي هو انا بطلقها في العنان كده وبستنى اشوف الريورد بتاعها هتبقى ايه. طب بس عمر انا عايزك تقولي عشان للناس، بقعد مع ناس قوي في سن في الجامعه وكده وانت اكيد تايهين، فاهم قصدي؟ يعني هم عايزين قولي اعمل ايه. ما هي الفكره كده، هي دي المشكله، لان انا كنت كده برضو. يعني انا لما اتخرجت من المدرسه كنت شاطر في المدرسه وكنت شاطر في الجامعه لحد ما، يعني في الجامعه اول نص كنت ضايع شويه عشان كنت خلاص ذاكرت كميه مذاكره في المدرسه، فكنت اللي هو كده وما كنتش لاقي انا عاوز ادرس ايه، بس في المدرسه ما كنتش عارف ادرس ايه في الجامعه، ولما اتخرجت من الجامعه ما كنتش عارف عاوز اشتغل ايه، ولما اشتغلت ما كنتش عارف ان انا اصلا عاوز اشتغل ده ولا حاجه تانية، والحاجه التانية دي ايه اصلا وكده. فيعني
هو ليترلي اول 10 سنين من الكارير بتاعي انا اصلا يعني تايه جدا. وده اوكي يعني. هو الفكره كلها ان يعني اللي انت قلتيه فاكر ان هو ان مفيش ديستنيشن، هو موضوع جيرني. الناس اللي بتحس كده بتحس كده لان هي فاكره ان في ديستنيشن، يعني انا لازم اوصل بتاع، يعني لازم اوصل لما عرفت ما اعرفش ايه. لو واحد اكسبتت فكره ان هو انا في الحياه عمري ما هوصل، مفيش حاجه اسمها اصلا ان انا اوصل، يعني لان هو لو انا يعني خطر قوي ان انا اقول ان انا وصلت، ان انا وصلت اقول خلاص انا كده بقى هقعد ريلاكس مش هتعلم حاجه جديده، مش هحط نفسي تحت في سيتويشن ممكن ابقى انكمفورتبل فبالتالي مش هتعلم برده تاني ما اعرفش ايه كل الكلام ده. فالفكره كلها ان انت يعني هي كلها زي مايكرو ديسيجنز ومايكرو وينز مثلا. فانا بقول مثلا اوكي انا دلوقتي مش عارف انا عاوز ايه خالص، مش عارف اشتغل ايه، مش عارف الكلام ده. طيب بس انا بروبلي عارف كويس قوي انا ما بحبش ايه ومش عاوز اعمل ايه، دي تبقى واضحه وضوح الشمس للناس. فكخطوه اولانيه ازاي ممكن ان انا اقلل او اشيل خالص الحاجات اللي انا ما بحبهاش، الحاجات اللي انا مش عاوزها ومش عارف ايه. طبعا لازم نبقى يعني عمليين وموضوعيين. لما سبت الشغل ما سبتوش رايت اواي، قعدت سنه ونص برغم ان ما بحبوش بجمع فلوس بظبط بهيئ حياتي عشان المرحله اللي بعدها. برضو مش عاوزين نضحي بقرابين، مش عاوزين ناس تسمع الشيء ده وتبتدي اللي هو طب انا اجيب حد بقى شعلقه من فوق بتاع. بس يعني بس فالفكره كلها انا اعتقد ان الناس بتبقى اتاتش جدا بالكونسبت النجاح اللي يعني موجود في المجتمع، شكله مختلف قوي عن الحقيقه. يعني اللي هو تلاقي مثلا ايه عمر سمره مثلا، الناس بص مثلا على البايوجرافي مثلا ما شاء الله فاهم من نجاح لنجاح وبتاع، اللي هو لا يعني اوكي ماشي، هو كان في عدد اتشيفمنتس معين على تايم سكيل معين، فانت ممكن لو حطيتهم كلهم على النقط دي بس حطيتها على جراف هتلاقي ان هو طالع مثلا كده. بس هو في حاجات تانية ما بين كل حاجه من دول، في يعني في مقاسي وفي مراحل كتيره جدا بقى خلاص يعني روك بوتم يعني اوطى من كده مش عارف ايه، وبعد بقى اطلع تاني لده. واللحظه اللي انتوا بتشوفوها دي بتبقى برضو لحظه فليتنج، يعني بتحصل فتره بعيش اللحظه دي والباز بتاعها وان الناس كلها مش عارف ايه وكده وبتاع. بس انا بمهيئ نفسي ان انا عاوز انجوي اللقطه دي لان اللقطه دي فانيه يعني، وبعد كده لما برضو ابقى داون ما هو دي برضو مش هتفضل كده يعني هتطلع برضو. فهي الـ يعني الانسان يبقى مؤمن جدا بالامبيرمننس بتاع الحاجه، ان الحاجه عمرها ما هتفضل ايا كانت كويسه او وحشه مش هتفضل. ماشي بس انت بتحط لنفسك جولز. بحط ومش جولز اي جولز. يعني هنقول مثلا حاجات بسيطه طبعا احنا نطلع ماونت ايفرست حاجه طبعا بتحصل كل يوم، ان انت يو كلايمد 7 سمتس حاجه شيء بسيط. بصي هي حاجه ان انا يعني دي مش عارف جايه من فين، بس انا كان عمري ما عندي يعني كنت دايما ما عنديش مشكله ان انا احط جول زي ما انت بتقولي كده يعني outrageous، يعني ببقى عارف ان ده حاجه صعبه قوي عليا بس بحس اللي هو why not يعني انا عاوز اعمل دي. طب يعني موضوع المحيط مثلا اللي هو دي انا ولا يعني قدفت مثلا ربع ساعة ولا حاجة في حياتي كلها، انا مثلا مش راجل مثلا بتاع بحر او بتاع مثلا مراكب بقى مثلا من الناس احنا صغيرين العيلة بقى عندها مراكب وبننزل بحر كتير وبتاع، اللي هو المنطقة دي مش عندي خالص. بس انا كنت فاسينيتد جدا بفكرة ان هو يعني عدد يعني انا او تيم او كده، ان احنا كنا وقتها لسه مش عارف هعمل ده مع مين، ان احنا كجروب مثلا 1 2 3 4 هنعدي كل التحديات دي ونوصل للناحيه الثانيه. فكان الجول رومانسي شويه يعني. طبعا لما دخلت جوه الموضوع اكتشفت مدى صعوبته ان هو مش رومانسي خالص يعني. لما ركبت المركب بقى وطلعت كنت هتموتوا. بس بلاقي ان انا دي حاجه انا بحبها بكوميت ليها وخلاص، وبعلن ان انا كوميتد ليها، وبعدين بقول خلاص انا اشوف بقى انا هفجر اوت الموضوع ده ازاي. اوكي يعني انت من اللي انا شايفاه عشان نقول للناس الستبس ناخد اللي انت كل الشغل اللي انت بتعمله ده قولي لو انا صح، يعني انت بتشوف احساسك انت عايز يعمل ايه، اوكي ايه اللي فعلا من جواك عايز تعمله فبتحط الجول ده، وبعد كده حتى لو حاجه انت مش عارف هتتعمل ازاي بتحط كل مجهودك في التحضيرات وان انت تتعلمها وبعد كده بتنفذ، صح؟ يعني لو انت عايز تنصح اي حد هتقول له ان انت يعمل كده. انا حته الاستعداد دي بتاخد وقت طويل جدا، يعني معظم الاكسبيديشنز اللي انا عملتها اخذت من شهور لسنين في الاستعداد. فكتير جدا زي ما انت بتقولي في كتير جدا يجي لي حد يقول لي طب انا عاوز اطلع ايفرست كمان اعمل ايه؟
هو السؤال ده نفسه اصلا في مشكله. انا طبعا بجاوب عشان ما مش عاوز الناس تقول يا عم اه بقى هو عاوز بقى الوحيد اللي بطلع وبتاع اللي هو لا يعني هو بس هو انا لما رحت مثلا انا في يوم من الايام رحت سالت حد طلع ايفرست قبل كده سالته يعني اسئله بس انا كنت اوريدي ذاكرت اصلا كل ده يعني انا بساله في حاجه اللي هو تنتوفه اللي مش عارف ايه في البتاع بس لما يجي حد مثلا يقعد معاك ويجي يقول لك مثلا ايه قولي انت جبت سبونسرشيب ازاي واتمرنت ازاي وعملت مش عارف ايه ازاي وعملت مش عارف ايه طب وانت هتعمل ايه يعني مش فانت بتحس اللي هو ايه اكيد ده مش الباشن بتاعك يعني لو انا دي حاجه انا فعلا نفسي اعملها وابسست بيها هبقى انا اوريدي اصلا قريت كل الكتب الموجوده واتفرجت على كل الفيديوز على يوتيوب ووصلت لاي حد اقدر اوصل عليه مش عارف ايه وديفينتلي لما اروح لحد بقى عمل الموضوع ده قبل كده ويشوف قد ايه انا بريبيرد وقد ايه انا قطعت الشوط وما اعرفش ايه وكده هيبقى ويلنج جدا ان هو يساعدني وان هو كده انا في الاول خالص كنت يعني بيجي لي ده كتير ولا مثلا حد يقول لي ايه انا كان نفسي اطلع ايفرست ده كان حلم حياتي بس انت طلعته خلاص على فكره الجبل مش وان سبوت فوق يعني هو في هو مفتوح يعني فاهم فاللي هو فكره ان انا كعمر كان عندي الحلم ده وعملته ده مش معناه ان هو حد تاني عنده الحلم ده ان هو خلاص الحلم ده جون يعني انت بتعمل حاجه عشان نفسك فهنا بتحس ساعات ان في ناس بتبقى اوبسيس بحاجه معينه للاسباب الغلط انا عاوز اعمل ده عشان ده الموضوع ده هيصيطني قوي او الموضوع ده هيديني اوبورتونيتيز قوي او دي ما اعرفش ايه وكده ممكن في حاجات في حياتك تبقى براجماتيك يعني مثلا اقول ايه انا مثلا نفسي اوصل للجول ده في الكارير بتاعي بس يبقى كويس قوي ان انا اعمل البروجكت ده الاول مش عارف ايه في حاجات كده لازم تحسب بالطريقه دي بس انا بنتكلم في حاجات اللي هي الاحلام اللي هي الحاجات اللي هو يور لايف جول ما اعرفش ايه كل الكلام ده ده حاجه بتاعتك انت شخصيا ما مش ما يعني لو حد تاني عملها لو حد تاني بتاع ملوش دعوه كل واحد عنده his own path يعني ايوه صح زي ما انت بتقول مهم قوي فعلا موضوع نيتك ايه من ده يعني ايه البيربس بتاعك ان انت عايز تحقق ده يعني لو البيربس شهره وفلوس ده مش هيخليك تقدر تستحمل التعب والمجهود والمذاكره والحاجات دي كلها بتحط في يعني بالذات في الجبال والحاجات اللي هي الاكسبيديشنز وكده بتحط في يعني في مواقف بتبقى لا يعني بتبقى صعبه جدا جسمانيا صعبه جدا نفسيا في خطوره كبيره جدا لو انا يعني مش عاوز الموضوع ده للاسباب الصح لما اتحط في موقف زي كده هقول لا يعني مش ورث هو انا في ستيتمنت كده فكرتني بيك قوي يعني هي بتاعت نيتشه بيقول هي هو هاز ا واي كان بير اني هاو انت بالظبط مثل الجمله دي اللي هو انت هو سؤال شخصي شويه بس انت ايه الواي بتاعتك ايه الريزن بتاعك ان انت بتستحمل اي حاجه الحياه بتحدفها عليك انت احنا عارف يعني انت حياتك كان فيها مصاعب كتير قوي ازاي واجهت وتحديت الحاجات دي كلها وما خلتش ان هي ترجعك ورا هي بالعكس هي خلتك تدفع لقدام اكتر بكتير بص اخدتها كلها يعني حاجه حاجه يعني زي ما كنت بقول لو حد كان قال لي 20 سنه الجايه دي هتتحط في كل المواقف دي هتخسر الناس دي في حياتك ما اعرفش ايه كل الحاجات دي كنت هقول مش لاعب فاهم كنت خلاص يعني كنت حابه بس هو يعني على قد ما الحياه فيها حاجات صعبه وحاجات مؤلمه جدا هو في يعني جمال في فكره ان انت يعني بتعيش حياتك يوم بيوم فهو يعني حتى كل الناس الفلاسفه وما اعرفش ايه وكده بيقول لك ان هو انت لازم تعيش الناو فاهم ما تقعدش تفكر ايه اللي حصل قبل كده او تنع هم المستقبل حتى لو الكلام ده بكره طبعا لازم تخطط وكل الكلام ده بس انت بتخطط وبتحط البلانز وبعد كده بترجع تاني للحظه دي وتقول طب انا دلوقتي يعني هعمل ايه هل مثلا النهارده هقوم اتمرن ولا هفضل مثلا في السرير هل انا مثلا هذاكر الحاجه اللي انا محتاج اذاكرها دي عشان يبقى يعني مستعد اكتر للجيرني دي ولا لا او كلام من ده وكل المليون ديسيجن اللي انت هتاخده ده هو ده اللي هيهيئك للحظه اللي بعدها وفي يعني والمهم جدا برضو ان الواحد بيبقى يعني اتكلمتي على فكره اللي هو موتيفيشنال سبيكرز ومش عارف ايه وكده في ثقافه اللي هو الموتيفيشنال سبيكر ده لازم اللي هو يبقى طول الوقت يو كان دو ات ومش عارف ايه اللي هو انا مش قادر اعملها لا يو كان وبتاع اللي هو على فكره يعني ممكن جدا الواحد يبقى انا مش قادر يعني او وات ايفر فاهم قصدي فانا دايما كنت دايما متصالح قوي مع فكره اللي هو انا معدي في فتره هوبليس جدا او معدي في فتره ما عنديش انرجي ما عنديش موتيفيشن وكده
بحاول على قد ما اقدر، طبعا مش بتبقى سهله، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا ما بقاش صعب قوي على نفسي، يعني اجي على نفسي قوي ان هو يعني اصلا اوريدي تعبان نفسيا من حاجه، ما اجيش بقى على نفسي زياده واللي هو ازاي انت مش عارف ايه وازاي انت مش قادر تعمل كده، واقعد اعاتب نفسي طول الوقت. بعملها طبعا، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا اكلم نفسي ان انا ما اعملش ده، لان انت محتاج لو انت بتعدي في حاجه حقيقيه انت محتاج تاخدها لحد الباطن خالص عشان تلمس القاعده عشان تبتدي تطلع. لو فكره اللي هو always put a brave face واللي هو لا او مش عارف ايه ونون، يعني عندنا برضو الثقافه دي في مصر قوي، اللي هو مثلا واحد يكون خليك positive خليك ايجابي، خليك positive خليك ايجابي، لا خليك اضحك مش عارف ايه بتاع كلام من ده. لما حد بيخسر حد مهم قوي في حياته بيبقى الناس اللي حواليك اصلا هم اللي uncomfortable، فعاوزينك تبقى مبسوط على طول، اللي هو يعني مش متضايقين انت زعلان وبتاع، فعاوزينك تبقى كويس، مع ان اكشلي ممكن الحاجه اللي محتاجها الشخص ده ان هو ما يبقاش كويس لفتره يعني، ونسيبه واديله فرصه ان هو يبقى مش كويس لفتره، وهو من نفسه يعني لو خد المساحه دي وخد الفرصه دي وحس ان اتس نوت، يعني مفيش مشكله ان انا اكون كده، ده مش مثلا ضعف مثلا مني او ان انا كده معناه ان انا في ناس كتير قوي بتعتمد عليا فانا كده خذلت الناس كلها ومش عارف ايه وكده. لازم يعني واحد يبقى يعني طيب مع نفسه، ويبقى يعني الناس اللي حواليه برضو يكونوا يعني طيبين مع